وصلنا للمرحلة الرابعة من مراحل الإرقاء واللي هي التخثر. التخثر بيعتمد على عوامل بلازمية تسمى عوامل التخثر، أغلبها بينتجها الكبد. بالإضافة إنه بيعتمد على عوامل تانية مثل الكالسيوم اللي قلنا ساعتين عم نقول هلا بعد شوي بنعرف وظائفه ولا بعد شوي بنعرف وظائفه، بالإضافة للشحوم الفسفورية هي بتساعد بإنجاز الوظائف تبع عوامل التخثر. بما انه اغلب عوامل التخثر بتم انتاجها من الكبد، فالمشاكل الكبديه رح تقلل لي من عوامل التخثر، رح تخلي لي زمن التخثر يطول، وهلا بعد شوي رح نعرف شو هو زمن التخثر. وفي عندي بعض العوامل يلي هي العوامل 10 9 7 2 بتعتمد على وجود فيتامين كي لحتى يتم انتاجها. عندك هلا بهي الصفحة بيجي بيعدد لك هو العوامل، وفي بعضهم شوية وظائف لهم إلى آخره. هي معلومات حفظية، يعني أنا إذا بدي أحطها فأنا بس عم طول فيديوهات وكذا، إنه بس عم حط لك إياهم ونقرأ لك إياهم. لا، أنا عم أطلع لك شغلة أظرف من هيك بتفيدك أكثر ما إني أحط لك إياهم ونقرأ لك إياهم. كان في شاب أبوه متوفي بعام 1972. إمتى متوفي؟ 1972. راح هذا الزلمة أو الشاب زار أبوه بالمقابر ورجع على البيت، فهو كان بيكتب شعر، فخطر على باله بعد زيارة المقابر بيت شعر ظريف، قال بده يبلش منه قصيدة. قام شو كتب أول جملة كتبها؟ لبث كمقابر ستهجم مو. قلنا انه شاب 1972 توفى ابوه، راح زاره بالمقابر فخطر على باله بيت شعر او بدايه قصيده شعر، قام قال لبث كمقابر ستهجم. شو هي هي لبث كمقابر ستهجم؟ بالبدايه اللام هي ليفين، اكتب ليفين بس، وهو العامل واحد مولد ليفين يلي اخر شيء بالتخثر بدي وصل لعنده انا لحتى تحول مولد الليفين لليفين. تذكر انت انه اول حرف هو لام، فليفين مولد ليفين هو العامل الاول. الباء هي البرو ثرومبين، وهو العامل الثاني، رقم الحرف 2 فهو العامل الثاني. في له اسم ثاني هو طليعه الخثرين. لنرجع نحكي بموضوع السوابق واللواحق. برو معناها هي سابقة، يعني هي بتجي بأول المصطلح اللاتيني، معناها طليعة. فمثلا برو أنسولين فهو طليعة الأنسولين، برو ثرومبين فهو طليعة الثرومبين. شو هو الثرومبين؟ قلنا الثرومبين هو أو الثرومب هي كمان لاحقة بمعنى خثرة، فبرو ثرومبين هو طليعة الخثرين، وهو العامل الثاني. لبث الثاء هو الثرومبو بلاستين نسيجي، بيتم تحريره من النسج المتأدية، ثرومبو بلاستين نسيجي وهو العامل الثالث. في عالم هون بتجي بتغلط وبتخلط بينه وبين البي اف 3 اللي هو عامل التخثر الصفيحي الثالث. هون عامل التخثر شو هذا الثالث؟ عامل تخثر بلازمي واسمه ثرومبو بلاستين نسيجي، اما هذا فهو عامل تخثر صفيحي ثالث، لانه في عندي عوامل تخثر صفيحيه وفي عندي عوامل تخثر بلازميه، فلا تخلط لي بيناتهم الله يرضى عليك. اتفقنا انه اللام ليفين، الباء بروثرومبين، الثاء ثرومبو بلاستين نسيجي ثلاثه. كمقابر الكاف هي كالسيوم، الميم هي مسرع، العامل المسرع، القاف هي العامل القالب، الاي هي عامل مضاد للناعور اي، البي هي العامل المضاد للناعور بي، الار ما في شيء، الاس هي عامل ستيو ارت، ستهجم التاء هي عامل ترومبوبلاستين بلازمي، ستهجم هجمه اخر شيء ضل عندك هجمه فهو عامل هاجمان. رجعت لياهم، اول حرف هو ليفين العامل واحد، باء هو بروثرومبين هو العامل اثنين، ثاء هو ثرومبوبلاستين نسيجي العامل ثلاثة، الكاف هو الكالسيوم فهو العامل اربعة الحرف الرابع، ميم هو العامل المسرع فهو العامل خمسة. تذكر دائما انه العامل ستة هو عامل ملغم، تحط لي خط هون وهون
القاف بتعدى سبعة مو بتعدى ستة، فالقالب هو العامل سبعة، الأي هو العامل مضاد للناعور أي هو العامل ثمانية. ذكر لك هون أنه هو بيرتبط مع العامل ثمانية. كيف العامل ثمانية بيرتبط مع العامل ثمانية؟ أكيد معلومة غلط، هو بيرتبط مع العامل تسعة. أي بي هو الحرف رقم تسعة، فهو العامل المضاد للناعور رقم تسعة. هون الراء بتعتبرها غير موجودة. سين فهي ستيوارت، فهو العامل العاشر. في عندك ترومبوبلاستين البلازمي فهو العامل 11. سته جيمو هاجمان هو العامل 12. نرجع من عيد لبث كمقابر ستهجمه. بعدين بعد ما قال هذا بيت الشعر اجا ثبته بمخه لانه ما كان فاضي وقتها، فثبته بمخه مشان بعدين يرجع يكمل القصيده. ثبت بيت الشعر بمخه، فالعامل 13 هو العامل المثبت للليفين. هذا الرقم هو كمان رقم مهم جدا، 1972 وقت مات ابوه. هي العوامل اللي هي 10 و9 و7 و2 هي العوامل اللي بتعتمد على فيتامين كي ليتم انتاجه، وبالتالي اي نقص بفيتامين كي حيؤدي لي بنقص هي العوامل وبيأثر على التخسر وبيطول لي من الزمن لحتى يتم التخسر. هلا رح نبلش بحكي عن الطريق الداخلي والطريق الخارجي. قلت لك انا هون هدول المعلومات، يعني المعلومات تبعيتهم هي معلومات حفظيه فبتقراها لحالها. بلش نحكي هلا عن السبيلين الداخلي والخارجي لتخثر الدم. قبل ما بلش احكي عن هدول السبل في شويه قواعد انا اصلا رسمت لك الرسمه بالاول مشان اقول لك على شويه قواعد مشان ساعدك في الحفظ. بداية السبيل الداخلي والخارجي رح ينتهوا عند العامل العاشر، بس انتهوا عند العامل العاشر رح يتشكل عندي هون سبيل مستقل اسمه السبيل المشترك، وهو سبيل مشترك بين السبيل الداخلي والسبيل الخارجي. يعني هو وقت شارح لك اياهم بالكتاب شارح لك الداخلي على هي الطريقة هيك 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 هيك، هيك. وشارح لك الخارجي هيك ماشي. فنحن هون رح نقسمهم، رح نخلي الداخلي هاد بس والخارجي هاد بس، وهذا سبيل مشترك بين الداخلي والداخلي والخارجي. هي اول شغله بنحكي عليها. ثاني شغله انا كل خط راسم لك اياه هو بيعبر عن تفاعل او تحفيز او اي شيء بس معتمد على الكالسيوم. كل الخطوط الزرق هي بتعبر عن الاعتماد على الكالسيوم، بس هذا ما دخلوا. رابع شيء الداخلي والخارجي بدهم ينتهوا بالمشترك، الارقام تبع عوامل التخثر بدها تنتهي مجموعه، المجموع تبعها كان بالداخلي ولا بالخارجي بده ينتهي برقم احاده صفر. فانا بلشت مثلا وانا عم بحفظ الداخلي 12 11 قد ايش صاروا؟ صاروا 23. فانا محتاج قد ايش؟ محتاج 17. ففكر بالارقام بتذكر ال8 وال9 هن بيشكلوا لي 17 لحتى يشكلوا لي رقم يساوي 40 احاده صفر، فمعناته هذا هو الرقم الصحيح. يعني انا ليش عم بعطيك هي القصه؟ مثلا ممكن يجي يقول لك انه شو هو العوامل يلي بتفوت بالعامل بالداخلي، فانت ممكن تكون متذكر والله 12 و11 و8، يعني قصدي شو هي العوامل التخثر اللي بتفوت بالسبيل الداخلي. انت ممكن تكون متذكر مثلا 12 و11 و8 بس ما لك متذكر شو هو الرابع ماشي، وحاطط لك هو بالخيارات ثلاثة. فأنت بتدور على رقم، يعني بتدور على رقم بالخيارات يخلي لك مجموعهم 40 أو مجموعهم أحاده رقم أحاده صفر. لاحظ كمان بالخارجي هون 3 و10 3 و7 مجموعهم 10 كمان رقم أحاده صفر. يعني هي مثل وكأنها طريقة ممكن تساعدك في الامتحان ممكن ما تساعدك، يعني حسب السؤال. هي الملاحظات قبل ما نبلش، بالإضافة أنه أنا رح أحكيهم كأرقام فقط ما رح أقول أسماء. أنا أعطيتك قصة لتحفظ الأسماء تبعهم، بس أنا هقولهم كأرقام لسهولة، وأنت بالبداية احفظهم كأرقام، بعدين بس تتمكن من الأسماء تحفظهم كأسماء. العامل السبيل الداخلي ببلش لما تنكشف عندي ألياف الكولاجين، وبالتالي هو ما محتاج لإصابة عميقة ضمن النسج لحتى يبلش هذا السبيل. لا هو إصابة طفيفة بس كشفت لي مجرد ألياف الكولاجين فببلش عندي السبيل الداخلي بتفعيل العامل 12 اللي هو العامل هاجمان، بعدين هذا بفعل العامل 11 اللي هو طليعة الترومبوبلاستين البلازمي. طليعة الترومبوبلاستين البلازمي بوجود بتحول لي يا طبعا ل الترومبوبلاستين البلازمي. اي شيء طليعه رح يتحول لترومبو، يعني طليعه الترومبوبلاستين البلازمي تحول لترومبوبلاستين البلازمي، طليعه الخطرين تحول لخطرين وهكذا. بعدين رح يفعل لي العامل 8 بوجود شوارد الكالسيوم مثل ما احنا شايفين في الخط الازرق،
بعدين العمل الثامن رح يفعل العمل التاسع. العمل التاسع هون له وظيفه كثير مهمه وهو تسريع تشكل الترومبوبلاستين البلازما. بعدين العمل 8 و9 مع بعضهم رح يفعلوا لي العمل العاشر بوجود شوارد الكالسيوم. هون هيك بنكون نهينا الطريق الداخلي لانه الطريق المشترك رح نحكي عليهم اثنيناتهم سوا. الطريق الخارجي هو فيك تقول مثل وكأنه اصابه عميقه بتوصل للنسج او اصابه بالوعاء الدموي وصلت لي للنسج الداخليه او للنسج اللي جواته هو اساسا لهذا الوعاء. بس انكشفت عند النسج تحرر عندي العامل الثالث اللي هو الترومبوبلاستين النسيجي اللي اساسا بتحرر من النسج. اتذكر انت مثلا تذكرت انه اول شيء هي الاصابه بالنسج وهي بتحرر العامل الثالث. اعطيني رقم بين الواحد لل13 يخلي لي المجموعهم يساوي 10 او مجموعهم يساوي رقم 1 وصفر. ما في غير السبعه، فانت 3 دغري بتتذكر السبعه، فالثلاثه بيروح بفعل لي السبعه. السبعه بيسرع وجود الترومبوبلاستين النسيجي، بعدين بفعل لي العاشر بوجود الكالسيوم. هلا العامل العاشر له وظيفه كثير مهمه وهي تحطيم الصفيحات. تحطيم الصفيحات يعني بده يحرر لي محتويات الصفيحات. شو كان في محتويات الصفيحات له علاقه بالتخثر؟ تذكر بسيمبا شو كان في شيء له علاقه بالتخثر؟ البي اللي هي عامل التخثر الصفيحي الثالث. عامل التخثر الصفيحي الثالث بعد ما يتحرر نتيجه تحطم الصفيحات شو بده يصير؟ بده يفعل لي بوجود الكالسيوم طبعا العامل الخامس. بعدين العامل الخامس بيروح بيساعد في تحديد كميه العامل التخثر الصفيحي الثالث اللازمه لاكمال العمليه. هلا عامل التخثر الصفيحي الثالث بوجود الكالسيوم بيساعد لي طليعه الخثرين انها تتحول لخثرين، والخثرين بوجود الكالسيوم بيساعد لي مولد ليفين لانه يتحول لليفين. الليفين هلا هون بلش تكون الخثره، بعدين بيجي مثبت الليفين اللي هو العامل 13 لحتى يثبت لي الخثره بمكانها. وهيك بنكون نهينا الطريق المشترك، وبالتالي خلصنا السبيلين الداخلي والخارجي.